بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، الكلمة بين الأذان والإقامة في جامع الراجحي في مدينة الرياض موضوعها الحث على صلاة الجماعة في المساجد، لأن بعض الناس تساهلوا أو تكاسلوا عن أداء الصلاة في المساجد واكتفوا بالصلاة في البيوت، والله جل وعلا شرع الجماعة حتى في أثناء الجهاد في سبيل الله، حيث قال جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، وتتغير كيفية الصلاة في أدائها جماعة في الجهاد، كل ذلك حفاظا على ماذا؟ على إقامة الجماعة في الصلاة. ولذا يقول سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله ما نصه: فأوجب سبحانه أداء الصلاة في الجماعة في حال الحرب وشدة الخوف، فكيف بحال السلم؟ ولو كان أحد يسامح في ترك الصلاة في جماعة لكان المصافون للعدو المهددون بهجومه عليهم أولى بأن يسمح لهم في ترك الجماعة، فلما لم يقع ذلك علم أن أداء الصلاة في جماعة من أهم الواجبات، وأنه لا يجوز لأحد التخلف عن ذلك، انتهى بنصه من كلام سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. أما إذا اشتد الجهاد واشتد القتال في الحرب، فإن الله عز وجل قال: فرجالا أو ركبانا، يعني فتصلون على وأنتم تمشون على أقدامكم تتابعون الأعداء وتقاتلون الأعداء، أو ركبانا يعني على المركوبات العصرية أو القديمة، المركوبات سواء البرية أو الجوية أو البحرية، فالصلاة لا تسقط إلا بزوال العقل، أما بوجود العقل فهو مناط التكليف، فلا بد لكل عاقل من الرجال من الذكور من الرجال أن يصلوا في المساجد. والله عز وجل يقول: واركعوا مع من؟ واركعوا مع الراكعين. فإذا نركع ونصلي في المساجد، لا نصلي في البيوت إلا في حالة العذر، في مرض مريض أو خائف على نفسه أو خائف على ماله أو خائف على عرضه، فنعم يصلي في البيت، لكن أن يصلي في البيت فقط كسلا وخمولا وإيثارا للنوم على الصلاة، فتعلمون ماذا يقول المؤذن في أذان الفجر مما يقوله: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. إذن لا يجوز لمسلم بالغ عاقل أن يدع الصلاة في المساجد. وأما أدلة السنة الصحيحة في وجوب أداء صلاة الجماعة في المساجد فكثيرة، منها بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار لولا ما فيها من النساء والذرية. فالرسول هم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة بالنار، والذي منعه وجود الأطفال ووجود النساء الذين لا يطالبون بالجماعة في المساجد أو بصلاة الجماعة في المساجد. فهذا دليل واضح جلي أيها الإخوة والأخوات على وجوب أداء صلاة الجماعة في المسجد، لأن لو كانت الجماعة سنة لما هم بتحريق المتخلفين عنها بالنار، لأن الرسول لا يمكن أن يهم
إلا بحق. وهذا الحديث روى أوله البخاري ومسلم. وأما رواية لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم فهي رواية في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الجميع. فلا بد أيها الإخوة والأخوات أن نهتم بهذا الأمر، أعني صلاة الجماعة في المساجد، لأن الله تعالى يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها، وين فيها؟ في المساجد، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فلا بد إذن أن نؤدي الصلاة مع الجماعة ولا نتخلف إلا لعذر شرعي قاهر. والرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعمى فقال يا رسول الله إنني رجل بعيد الدار، شاسع يعني شاسع الدار يعني بعيدها، وليس لي قائد يلازمني أو قال يلائمني، فهل تأذن لي أن أصلي في بيتي؟ فماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من هو هذا الأعمى؟ هو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. فقال هل تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ قال نعم. قال فأجب فإني لا أجد لك رخصة. وفي رواية هل تسمع الأذان أو هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب فإني لا أجد لك رخصة. وهذا الحديث أيها الإخوة والأخوات حديث صحيح الذي هو ماذا؟ حديث الأعمى. ولذا علق عليه، والحديث رواه مسلم، والذي أعلق عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بقوله من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، رواه ابن ماجه. يعني هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هكذا سماحة الشيخ ذكر هذا النص وسيعلق عليه بعد قليل. يقول رحمه الله بعد أن ذكر قول الرسول من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له من عذر، وقيل لابن عباس ما العذر، يعني ما العذر الذي يبيح لك أن تدع الجمعة أو أنت أو الجماعة؟ قال خوف أو مرض، يعني هل أنت خائف، هل أنت مريض، أم صحيح معافى؟ فيجب أن تصلي في المسجد إذا كنت صحيحا معافى. أما عن أقوال الصحابة في وجوب أداء الصلاة في الجماعة فكثيرة، منها قوله قول ابن مسعود وهو الصحابي الجليل والعالم الكبير رحمه الله ورضي عنه لقد رأيتنا، يعني من الصحابة، وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، ولقد كان الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصفرة وهو مسلم. فابن مسعود يقول لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق، يعني أن التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد من علامات من؟ من علامات المنافقين الذين قال الله عنهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فلا يجوز لك أخي المسلم أن تصلي في دارك مع الصحة والعافية، ونحن الحمد لله في بلد الأمن والرخاء والاستقرار، ونحمد الله على هذه النعمة التي نسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضاه وأن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأذن للأعمى أن يصلي في داره، وأنت بصير وصحيح ومعافى والطريق معبد إلى المسجد بل مضاء ومزفت والطرق مرصوفة. ولذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فالله الله أيها الإخوة بأداء الصلاة مع الجماعة في المساجد. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه إن الله ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، ولقد كان الرجل يهادى يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصفرة وهو مسلم. يعني الصحابي الجليل إذا مرض، مع أن المريض لا تلزمه الجماعة إذا اشتد مرضه، أما مرض صداع ولا ضرس، ألم ضرس ولا سن ولا شيء خفيف،
هذا ما يبيح ترك الجمعة والجماعة، لكن المريض لا يستطيع. ومع ذلك تجد بعض الصحابة من حبهم وتعلقهم بالمساجد يهادى بين الرجلين، يعني يرفد من جانبين، رجل من يمين ومن يسار حتى يقام في الصف، وهم مرضى والمريض. والرسول يقول لو يعلمون ما فيهما، يعني في صلاة الفجر والعشاء، لأتوهما ولو حوى، يعني يحبون على أيديهم وركبهم وأطراف أصابع أرجلهم. لماذا؟ لأجل أن يدركوا هذه الجماعة وفضيلة الجماعة. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه، رواه مسلم. إذن المسجد بني لماذا؟ بني لذكر الله والصلاة. إذن علينا أن نعمرها بطاعة الله، ومن أعظم الطاعات التي تعمر فيها المساجد هي الصلاة. ولذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس، أو على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، رواه مسلم في صحيحه. على كل ما دام حان موعد الإقامة فأختم هذه الكلمة الموجزة بهذه الأدعية التي نسأل الله أن يستجيبها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم مدهم بعون من عندك يا حي يا قيوم. اللهم متعهم بالصحة والعافية، واجعلهم معينة لهم على الطاعة وصدق الإنابة يا رب العالمين. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا ونواصيهم للتقوى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام أدم علينا الأمن والرخاء والاستقرار في هذه البلاد وفي جميع بلاد المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ارفع عنا هذا البلاء كورونا وغيرها من، وارفع عنا غيرها من البلاء والشحناء والبغضاء. اللهم ارفع عنا الغلاء، وارفع عنا الربا، وارفع عنا الزنا، وابعد عنا الزلازل والفتن والمحن. اللهم اجعل اجتماعنا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. اللهم لا تجعل منا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم وفقنا لإقامة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد. أسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح والسعادة الدنيوية والأخروية. أسأل الله للجميع لمن حضر في هذا الجامع أو لمن تابع عبر الأجهزة، أسأل الله لهم جميعا السداد والتوفيق والسعادة في الدارين، والله يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه. وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.